السلام عليكم. في الفيديو ده هنرسم مع بعض التمرين ده على العمليات الهندسية والمسات بنفس الخطوات اللي بنمشي بيها مع بعض في تمارين العمليات الهندسية. أول خطوة بنبدأ نرسمها اللي هي السنتر لاينز بتاعتنا أو المحاور اللي في الرسم. هنا معانا محور رأسي أهوت ومحور أفقي. أول حاجة بنبدأ نرسمه، ناخد خط كده رأسي سنتر لاين بالشكل ده كده، وسنتر لاين تاني عمودي عليه بالشكل ده كده، تمام. الخط ده بيبقى كده سنتر لاين، نخليه خفيف بالشكل ده كده يبقى خفيف، ونفس الكلام التاني ده سنتر لاين، تمام. خلي دول ايه بالشكل ده كده، تمام. لحظة اقفل انا حاجة كده معايا، بالشكل ده، تمام. بعد كده عندي 2 سنتر لاين، اللي هو واحد عندي واحد اهو اللي هو مايل بزاوية 30 درجة هنا يا شمال، ونفس الكلام التاني مايل بزاوية 30 درجة يمين. اقوم جايب المثلث ال 30 60 واقوم واقف هنا في التقاطع ده، واقوم اخد كده خط سنتر لاين. الخط سنتر لاين ده يكون مايل هنا بزاوية 60 ومايل ده بزاوية 30، والخط ده اقوم مده على استقامته لتحت بالشكل ده كده، تمام. ده يبقى بنفس الكلام زي دول كده اللي هو ايه سنتر لاين بالشكل ده كده. نفس الكلام في الناحية التانية، اقوم جاي راسم سنتر لاين بس المرة دي هيكون ايه مايل 30 درجة الناحية التانية كده، واقوم شده او امده على استقامته بالشكل ده كده، تمام. يبقى ده كده ايه سنتر لاين الناحية التانية، ودي كده مجموعة السنتر لاين، دي كده الزاوية 30 ودي كده الزاوية 30. طيب في عندنا سنتر لاين تاني، عندنا سنتر لاين اللي هو بتاع الدايرة دي والدايرة دي والدايرة دي والدايرة دي. طيب المسافة قد ايه واجيبه ازاي؟ بيقول المسافة من السنتر لاين ده للسنتر لاين ده المسافة 60، والمسافة من السنتر لاين ده للسنتر لاين ده المسافة 60، وبالمثل هيبقى ده 60 وده 60. يبقى انا افتح البرجل 60 واقوم راسم دايرة من هنا كده بالشكل ده كده، الدايره دي نص قطرها 60، يعني انا بفتح 60 وبعمل نص دايره، يبقى انا كده جبت السنتر ده والسنتر ده والسنتر ده والسنتر ده. طب هو عايزهم خط، هو عايزهم خط، هتقوم جايب المسطره كده وتيجي او بالمثلث بتاعك ال 45 وتيجي عامل خط عمودي عليه بالشكل ده كده، ومده من الناحيه التانيه كده بالشكل ده كده، تمام. وده كده تقوم عامل له خط عمودي عليه، يعني بحس ان الزاوية دي تبقى 90 درجة بالشكل ده كده، ده كمان هنا كده عمودي عليه، وده كده بالشكل ده كده، تمام. امد الناحية التانية، يبقى انت كده جبت الايه الاربعة سنتر لاينز بتوعك، تمام. انا همسح دي كده خلاص، خليه بالشكل ده كده عشان يبقى شكله خفيف واوضح ابين الخطوط بتاعتي. يبقى انا كده رسمت السنتر لاينز بتاعتي. تاني خطوه برسم الدوائر اللي انا عارف النص قطر بتاعها او القطر وعارف السنتر بتاعها. طب انا عندي كام دايره؟ عندي اول دايره الدايره دي اللي هي فاي 55، اقوم فاتح البرجل بتاعي نص القطر اللي هو يبقى 27.5، اقوم راكز هنا في التقاطع ده واقوم عامل دايره بالشكل ده كده، تمام. ثواني اوقف حاجه بس بالشكل ده كده، تمام. بعد كده عندي الدايره اللي بعد كده اللي هي كام، اللي هي فاي 90، كاتب لي فاي 90، يبقى نفتح البرجل 45 واقوم واقف هنا كده واقوم عامل دايره بالشكل ده كده، تمام. بعد كده عندي اربع دوائر اللي هي الدايره دي والدايره دي والدايره دي والدايره دي، هو واقف على واحده وكاتب لي ايه 4 اورفيس فاي 20، يعني عندي اربع فتحات القطر بتاعهم 20. اقوم فاتح نص القطر اللي هو 10 واقوم راكز هنا في التقاطع ده واقوم عامل الدايره الاولى، واقوم عامل راكز هنا وعامل الدايره الثانيه، وراكز هنا كده وعامل الدايره الثالثه، وراكز هنا كده وعامل الدايره الرابعه. كان عملت الاربع دوائر. طيب عندنا ايه تاني؟ في عندي اربع دوائر برضهم واربع اجزاء من الدوائر. طب انا عارف النص قطر كام؟ 18. ده زي ده زي ده زي ده،
ونفس الكلام السنتر بتاعها هنا، واقوم فاتح البرجل 18 واقوم راكز هنا كده في قطعه هنا كده السنتر لاين ده، واقوم عامل ايه، اعمل جزء من الدايره انت بس، اعمل جزء من الدايره فوق هنا، ما ترسمهاش كلها تمام. ونفس الكلام هنا كده، ونفس الكلام هنا كده بنفس الفتحه اللي هي 18، تركز هنا في التقاطع وتيجي عامل ايه، تيجي عامل جزء من الدايره لو بالشكل ده كده. طيب بعدين كده ندخل بقى على الممسات، كده رسمنا الدائره اللي احنا عارفين النص قطر بتاعها او القطر بتاعها والسنتر. ندخل بقى على الممسات، عندي مماس هنا فوق اللي هو ار 17. ار 17 لازم هنا النص قطر السنتر بتاعه يقع على الخط اللي هو الرأسي ده، وهوقعه لك كمان، هثبت لك الكلام ده. طيب هو ليه لازم يقع على السنتر لاين الرأسي ده؟ لان انا بعمل مماس، المماس ده انا بعمله مماس للدايره دي والدايره دي، القطرين بتوعهم قد بعض، دي نص قطر 18 ودي نص قطر 18. كمان السنتر بتاعها واقع على مسافه 60 من هنا، واقع على مسافه 60 من هنا، المسافات متساويه. كمان الزاويه قد ايه، دي 30 ودي 30، يبقى اذا لازم يكون على السنتر لاين هنا، على سنتر لاين الفيرتيكال ده. طب تعالى ايه نتاكد ونرسم. انا عندي هنا ده هيبقى مماس داخلي، يبقى انا بجمع فيه، هجمع نص قطر المماس مع نص قطر الدايره اللي انا بعمل لها مماس. حتى تعالى نتاكد، لو جيت وليكن هنا نص قطر المماس اهوت، او هنا السنتر، اقوم عامل خط كده ما بينه لحد الايه، لحد الدايره، واشوف الخط ده اهو. سوري ارسم ده كده، خط من هنا كده خط هنا تمام بالشكل ده. شو دي اترسم ليه؟ وإيه المشكلة؟ أهو رسم الخط أهو. الخط ده كده أكبر ولا نص قطر الدايرة دي؟ طبعا الخط أكبر، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا كده بجمع، أقوم جامع 18 زائد 17 اللي هي كام؟ 35. أقوم فاتح البرجل 35، هركز هنا كده وأقوم عامل القوس ده كده، وهفتح من الناحية التانية طبعا الاتنين زي بعض، 18 و 18، 18 و كده بيرسم، كده رسمها بس بيرسم تحت، رسم الخط، رسم الصورة فوق الخط، الصورة فوق الخط. المهم هنفتح برضو بنفس الفتحة اللي هي 35، ونركز هنا كده، ونيجي عامل ايه، قوس يقطع ده كده، الاتنين اتقطعوا على الخط ده كده، لازم يتقطعوا على الخط ده كده. اقوم جاي هنا كده واقوم عامل ايه، راسم خط من هنا كده من التقاطع ده كده لسنتر الدايره الاولى تمام، واقوم راسم خط تاني من التقاطع ده كده لسنتر الدايره التانية. طبعا الخط ده كده بيكون خفيف، يعني تكون شايفه بالشكل ده كده، يكون خفيف عشان ما يدخلكش الخطوط في بعض وانت بتميز الخطوط عن بعض تمام. ده كده هيبقى طبعا قوس وده قوس، فانا همسحهم، انت ترسم بس قوس صغير وقوس صغير بحيث انك تجيب نقطه التقاطع. بعد كده تفتح البرجل كام؟ تفتح البرجل 17، تركز هنا كده تمام، وتيجي فتح كام من هنا كده اهي، هتلاقيه جات لي هنا كده 17 بالشكل ده كده، نقطة البداية اهي بالشكل ده كده، وتيجي ماشي لحد هنا كده تمام. ده كده ايه، ده كده المماس الاول تمام. بعد كده عايز اعمل المماس التاني اللي هو يبقى زيه تحت المماس دهوت، اقوم جاي بالفتحة اللي احنا قلنا اللي هي 18 و 17 35، هركز هنا كده واقوم عامل الدايرة اللي هي 35، والناحية التانية كمان واقوم عامل 35 اهي بالشكل كده، اتقطعوا مع بعض في نقطة، النقطة ديت اقوم موصلها بسنتر الدايره الاولى، واقوم موصلها بسنتر الدايره الثانيه علشان اجيب ايه، نقطه بدايه المماس ونقطه نهايه المماس. انا همسح دي كده ملهاش لازمه، وعندي الخطوط دي بتكون خفيفه عشان ما يبانش، اقوم اقول له ايه اللي انا ايه، دي خطوط استرشاديه وليس خطوط رسم. بعد كده اقوم فاتح البرجل ب 17، واقوم راكز هنا كده، واقوم عامل الشكل ده كده، عامل الدايره بتاعتي او الجزء الدايره بالشكل ده كده اهو تمام. بعد كده انا عندي الايه، عندي في هنا مماس ومماس ومماس ومماس. طبعا معظم الطلبه
معظم الطلبة بتعمل مماس ما بين الدايرة دي والدايرة دي، ودي غلط. دي كده مش مماس ما بين دايرة ودايرة، لا دي مماس ما بين دايرة وخط. ده كده خط وده كده خط او جزء من الخط، وده كده خط وده كده خط، مش دايرة دي كده، تمام؟ لان لو كملت الدايرة هنا هتلاقي دي متقاطعة معاها مش مماس معاها، تمام؟ ده كده اللي هو ده المماس ده كده نهايته هنا، تمام؟ الهنا دي كده النقطة دي كده دي مش نقطة مماس مع الدايرة التانية. يعني لو جيت رسمت دي كده من هنا كده، انا هرسم فوق دي كده بالشكل ده كده، تمام؟ وهرسم دايرة كده وليكن هنا بالشكل ده كده اهي، تمام؟ فدي نقطة النهاية بتاعة الدايرة ودي نقطة النهاية، انما مش من الاتنين مش مماس مع بعض. يبقى في ده خط عبارة عن الدايرة ديت مماس ما بين الدايرة دي وما بين خط، تمام كده؟ طيب الخط ده ارسمه ازاي؟ هنا عندي الدايرة دي من النقطة دي كده للنقطة دي كده، الاتنين على استقامة الخط ده كده او توازي الخط ده كده. يعني لو جيت من النقطة دي كده ووصلتها بالنقطة دي كده اهو، تمام؟ بحيث اللي هو يكون موازي للخط ده. ونفس الكلام الناحية التانية هنا ما بين، اكبر دي كده، ده كده تمام، وده كده اهو. اقوم موصل من هنا كده، من هنا كده ل ثواني، اوصل من هنا كده لحد هنا كده اهي، تمام؟ او ممكن تعملها بالمثلث تكون مايل بزاوية 30. ونفس الكلام هنا كده النقطة دي كده اهو مع النقطة دي، والنقطة دي كده مع النقطة دي اهي، تمام؟ انت بس ايه هتعمل جزء صغير ده كده، مش لازم تعمل الخط كله، بس انا بقول لك علشان تبقى انت عارف الخط ده. يا اما ترسمه موازي للخط ده، موازي يعني تجيب المثلث بتاعك وترسمه موازي للخط ده، يا اما ترسم ايه تجيبه بالمسطرة وهو هيكون ما بين النقطة دي للنقطة دي، وتيجي رسم الجزء الصغير ده كده، وتيجي رسم الجزء الصغير ده كده والجزء ده والجزء ده، تمام؟ انا همسح الاجزاء دي كده مش لازمة، انا بس يا دوب انا هرسم المماس وهمسح الزيادة بتاعته، تمام؟ انا عايز اعمل دلوقتي مماس ما بين الخط ده وما بين الدايرة دي. المماس ده نص قطره 14. لما بعمل مماس مع خط باخد له موازي بمسافة 14 اللي هي نص قطر المماس. اقول له عايز اعمل كده مماس موازي للخط ده بمسافة 14 اهو كده، خد له موازي هنا كده، نفس الكلام ده كده خد له موازي هنا ده كده، وده كده اخد له موازي هنا، وده اخد له موازي هنا، 4 خطوط، تمام؟ بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اقطع ال4 خطوط دول، ال4 خطوط اللي انا جبت لهم موازي دول. طب اقطعهم مع مين؟ انا بعمل موازي كل الموازي، كل المماسات ديت مماس مع الدايره الكبيره دي. الدايره الكبيره اللي هي فاي كام؟ فاي 90، نص قطر 45. 45 اقوم مزود عليه 14 يبقى كام؟ يبقى 59. اقوم فاتح 59 واقوم راكز هنا كده واقوم راسم ايه؟ 4 اقواس يقطعوا الخطوط دي كده، يقطعوا الخطوط دي كده. ادي قطع هنا في قوس، ويقطع هنا في قوس، ويقطع هنا في قوس، ويقطع هنا في قوس. بعد كده تقوم موصل ايه؟ موصل السنتر بتاع الدايره بالسنتر بتاع المماس. انا معايا الدايره دي كده التقاطع هنا اول قوس، هوصله بسنتر الدايره كده. يبقى انا كده جبت بدايه المماس واقوم موصل ده كده بهنا كده، وبعد كده اقوم موصل ده كده بهنا كده، بعد كده اخر واحده اوصل ده كده هنا كده. طبعا الخطوط دي كلها خطوط خفيفه. بعد كده انا باخد الخط ده انا اخده موازي ليه، اقوم عامله ايه؟ خط عمودي عليه، تمام؟ اشغل هنا، انا اشغل العمودي، اقوم جاي من هنا كده خط عمودي على ده كده، تمام؟ واقوم جاي من هنا كده ده خط عمودي على ده كده اهو بالشكل ده كده، وده كده من هنا كده عمودي على الخط ده كده،
ومن هنا كده عمودي على الخط ده بالشكل ده كده. تمام، اوضح لك بقى الخطوط دي كده، ده كده عشان تبقى شايف الخطوط دي كده خفيفة. تمام، دي كده كلها خطوط خفيفة اهي. طيب فين بقى سنتر مماس فيه كمان خط الخطوط دي خفيفة، اللي هو الخط ده اللي انا بحدد ايه، اهو اهو اهو، ده كده انا حددت ده بداية المماس، النقطة دي بداية المماس ودي نهاية المماس، دي بداية المماس ونهاية المماس، بداية المماس ونهاية المماس، بداية المماس ونهاية المماس. هتفتح البرجل بتاعك الفتحة اللي هي 14، هتركز هنا كده، ممكن انا امسح دي خلاص دي كده مش لازم، قوم فتح 14 وهتقوم راكز هنا كده في التقاطع ده، وهتقوم جاي لحد هنا كده وتيجي لافف لحد هنا كده. تمام اهو بالشكل ده كده، كده انا جبت ايه السنتر المماس الاول. نفس الكلام الناحية التانية، تركز هنا كده وتفتح لحد هنا كده وتقوم لافف ثواني اهو، تركز هنا كده وتقوم فتح بالفتحة اللي هي 14، تقوم فتح لحد هنا كده وتيجي لف لحد ايه، لحد ما يقطع القوس ده كده اهو، بدايته من اول هنا كده لحد هنا. بعد كده القوس التالت تيجي راكز هنا كده وتفتح لحد هنا اللي هي 14، وتيجي جايبه لحد هنا كده اللي هو القوس ده. بعد كده اخر مماس بنفس الكلام في نفس الفتحة 14، تيجي تفتح لحد هنا كده وتيجي لف لحد هنا بالشكل ده كده. تمام، بعد كده تمسح الزيادة بتاعتك، ادي الزيادة ده الخط ده طبعا مش عايزه، ده كده مش عايزه لحد المماس هنا كده. تمام، وطبعا الدايرة ديت كده مش مرسومة معايا. نفس الكلام الناحية دي كده، الخط ده كده مش موجود، انا بعمل لحد المماس، والدايرة بتاعتي دي كده الجزء ده كده، ده كده مش موجود. تمام، طبعا الخط ده كده الخطوط دي كده طبعا مش موجودة، انا كنت بعملها بس كدليل اللي انا ارسم بيه الخط اللي هو هنا ده. تمام، ده كده وده كده مش معايا، وده كده مش معايا، القوس ده كده مش معايا. طبعا انت بتمسح ليه زيادة، ممكن ترسم خفيف علشان ما تتعبش نفسك في المسح وتبوظ شكل اللوحة بتاعتك، بس اهم حاجة تبقى انت عارف ان ديت مماس، ده خط، ده مماس مع خط وليس مع الدايرة، عشان معظمكم بيغلط فيه كده بالشكل ده كده. آخر عملية معانا اللي هي الخطوط دي، مجموعة الخطوط دي، مجموعة الخطوط ديت عبارة عن موازيات للسنتر لاين الهوريزنتال ده والاتنين سنتر لاينز المايلة دي بمسافة كام؟ بمسافة 4. يعني تيجي كده للخط ده كده، تيجي للخط ده كده تاخد له موازي فوق لأربعة فوق وأربعة تحت، والخط ده هتاخد له موازي 4 يمين و4 شمال، وده موازي 4 هنا و4 هنا بالشكل ده كده. تمام، ده كده خدت له موازي هنا كده فوق وموازي هنا وموازي تحت هنا كده، تاخد له واحد يمين هنا كده، واحد شمال هنا كده، وده هنا واحد وواحد. بس طبعا دي خطوط وليس ايه سنتر لاين زي ما انا راسم كده. الخطوط ديت من الدايره دي، من بدايه الدايره هنا كده لنهايه الدايره، ممكن اعملها انا ترم، يعني تيجي ترسمها بالشكل ده كده، امسح كل الزياده دي كده مسحت جزء من الرسمة، وعندي كده لحد هنا كده، وده كده أرسمه لحد هنا كده، أخلي ده أكمله لأنه ده السنتر لاين، بس الخطوط دي كده أخليها لحد الدايرة دي هنا كده. هو الخطوط ماسكة معايا منين؟ من أول الدايرة دي الكبيرة، من الدايرة الكبيرة للدايرة الصغيرة،
فده كده هرسمه لحد الدايرة دي كده، ده كده هرسمه لحد الدايرة دي هنا كده، الاتنين اللي في الهوريزونتال ده كده لحد الدايرة، وكده هرسمه لحد الدايرة. طبعا انت بترسم منين؟ من الدايرة دي للدايرة دي. نفس الكلام ده كده لحد هنا، ده كده لحد هنا. طبعا الزيادة بتاعتك تمام، دي طبعا تبقى خطوط بالشكل ده كده. المسافة كده بقت كام؟ بقت 8 ما بين كل واحد والتاني. انت بتاخد ايه موازي للخط ده كده بـ4 يمين وأربعة شمال، الخط ده موازي 4 يمين وأربعة شمال، وهكذا للخطين دول. وده طبعا لما بتاخد الخط اللي فوق ده بتاخد اللي تحت معاه، ولما بتاخد اللي فوق ده كده بتاخد اللي تحت معاه، وهكذا الباقيين دول. تمام. الرسمة بس الفكرة اللي فيها ان هي الايه اللي فيها الخطوط دي، الخطوط اللي هو الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده، الباقي كله سهل ان شاء الله، بس ما تنساش تعمل الخطوط دي. اشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.